ننتظر التتويج اذا سيداتي وسادتي بعد ان حصل ريال مدريد على مكان يبحث عنه في هذه الكأس العالمية، الفوز بلقب متوقع ومستحق للمرينجي في هذا اليوم الكبير طبعا لريال مدريد. وهنا طبعا هذا اللقب له خصوصية وله أهمية كبيرة لريال مدريد، لأنه مدريد عنده 99 لقب، 68 بطولة على المستوى المحلي، 31 بطولة على المستوى الدولي. هذا يعني أن هذا اللقب أصبح رقم 100 في تاريخ النادي الملكي، لكي يؤكد للعالم قيمة وعظمة هذا النادي الكبير، ولكي نعرف أن الهلال أيضا قدم مباراة كبيرة فهو يقابل ريال مدريد بهذا الاسم وهذه القيمة وهذه المكانة. أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، نجم يوفنتوس السابق، يحضر في هذه الأثناء مع الكأس. ديل بييرو مسيرة طويلة جدا ومستوى كبير في العديد من المواسم بقميص يوفنتوس وأيضا مع منتخب إيطاليا. بالنسبة لأليساندرو، أليكس ديل بييرو مع الكأس الذهبية، المرينجي سيتوج بعد لحظات بهذه البطولة، لكن قبل ذلك بالتأكيد سيكون تتويج صاحب المركز الثاني والمشاركة التاريخية هلال المملكة العربية السعودية. ديل بييرو، وتحية للمشجعين. أمامنا هذه الكأس، طبعا ريال مدريد لم يخسر أي نهائي في بطولة دولية منذ الهزيمة أمام أبردين 1983 في بطولة ريكوبا. مدريد في آخر 15 نهائي تمكن من تحقيق الفوز، 8 كؤوس أوروبية، مرتين في الويفا، وخمس بطولات على مستوى كأس العالم للأندية. الزعيم الآسيوي اللي أظن سيتم استقبال الأبطال عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية بعد أن قدم مشاركة عالمية رائعة جدا. لا تنسى أن الهلال لعب ضد الوداد في ملعب وبين جماهيره، فريق المتوج بكأس أفريقيا على مستوى الأندية، ولعب في تلك المباراة أشواط إضافية وركلات ترجيحية. بعد هذا الجهد الكبير، بعد يومين يقابل فلامينغو، ينتصر عليه بعد مباراة عصيبة وصعبة، من يجد أمامه في النهائي؟ ريال مدريد بطل أوروبا وزعيمها، لذلك المسألة كانت في غاية الصعوبة في غاية التعقيد على الهلال في هذه الأمسية، ورغم ذلك ظهر في هذا الكرنفال بشكل رائع ومستوى كبير، وسجل 3 أهداف في مرمى مدريد في المباراة النهائية. رئيس الجامعة المغربية، رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد السعودي، رئيس نادي ريال مدريد ورئيس نادي الهلال، الشخصيات الحاضرة في هذه الأثناء على المنصة الشرفية لنهائي بطولة كأس العالم للأندية. طبعا نشاهد رئيس الاتحاد السعودي هنا في هذه الأثناء، وننتظر بعد ذلك تتويج فريقين بالمركز الثاني والميداليات الفضية لزعيم آسيا اللي يستعد لمواصلة مشواره في دور الأبطال، وأيضا لبطل أوروبا اللي يستعد للدفاع عن لقبه في الشامبيونز ليج. القائد كريم بنزيما جاء في توقيت حاسم بصراحة في هذه البطولة. كريم بنزيما عنده رقم مهم جدا، لاعب الفرنسي الأكثر تتويجا في التاريخ على مستوى كرة القدم الفرنسية. كريم بنزيما، مباراة كبيرة في هذا النهائي، ثم واحد من نجوم هذه البطولة، لاعب هلالي في المنصة الشرفية يتم تكريمه. بالنسبة للوسيانو فييتو اللي قدم مردود كبير ورائع في هذه البطولة الرائعة والكبيرة جدا،
يتم تكريمه من جانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. ظهور رائع في مباراة فلامينغو ومستوى كبير جدا فيه أيضا في النهائي. جائزة البرونزية في هذه الأثناء للوسيانو فييتو. فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد. مباراة كبيرة أيضا في هذا النهائي بالنسبة لفيدريكو فالفيردي. ثاني أفضل لاعب في هذه البطولة ثم الأفضل فينيسيوس جونيور نجم المرنجي اللي قدم أيضا مباراة نهائية كبيرة للغاية في هذه البطولة في هذا الاحتفال عالمي بريال مدريد. جونيور يواجه صعوبات كبيرة على مستوى الليغا شيء يتعلق بالعنصرية من جانب بعض المشجعين، لكن فينيسيوس يواصل اللمعان والتألق وإبهار العالم بمستويات كبيرة. أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة: فينيسيوس جونيور، فالفيردي، لوسيانو فييتو. لاعبين من ريال مدريد ولاعب من الهلال في ختام هذه البطولة. وتحية طبعا للمنصة الشرفية فلورنتينو بيريز، سعيد جدا بما تحقق لفريقه ولنجومه في هذه البطولة. أعتقد أنه أيضا فهد بن نافل فخور بهلاله وبما قدم في هذه البطولة الكبيرة جدا من مستويات، وأصبح وصيف العالم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم السعودية. الهلال سيسعى لأن يبني على هذا الإنجاز وأن يحقق الكثير. طاقم التحكيم في هذه المباراة أنتوني تايلور من إنجلترا، ويساعد أغاري بيسويك وآدم نون أيضا من إنجلترا. أدار المباراة بدون إخراج إنذارات حكم رابع نينغما من الصين. حكم الفيديو ماسيميليانو إيراتي من إيطاليا. يساعد أيضا مين فو من الصين طاقم التحكيم الذي أدار هذه المباراة بمستوى عالي جدا. لحظات تاريخية ومهمة في كأس العالم للأندية هنا في الرباط. أمام جماهير تعشق كرة القدم، مساندة كانت كبيرة للفريقين، للريال والهلال في هذا الكرنفال العالمي. صورة لطاقم التحكيمي حاب يكون فيها رئيس الاتحاد الدولي فيفا إنفانتينو في هذه اللقطة، ثم يعود لتتويج بعد ذلك طرفي النهائي الدور على وصيف أبطال العالم سعيب آسيا وأكثر أنديتها تتويجا بدور الأبطال. هلال المملكة اللي قدم مستويات كبيرة في هذه البطولة، فخر الزعامة والرجال. الهلال يلقى التحية والممر الشرفي من أعتى وأكبر أندية أوروبا في هذه اللقطة، والتحية من المنصة الشرفية ورئيس الاتحاد الدولي والبقية بعد أن قدم مستويات كبيرة في هذه البطولة وحصل على المركز الثاني في رقم جديد في تاريخ هذا النادي. لكن على وجوه لاعبيه الكثير من الحسرة، لأنهم اعتادوا أن يكونوا في المركز الأول، أن يكونوا في القمة، لا يحبون أن يكونوا وصيف أو مركز ثاني. هكذا هي تقاليد الهلال من سنوات طويلة على مر أجيال، والنجوم اللي مثلها هذا الفريق التاريخي اليوم في مباراة نهائية ضد ريال مدريد بالذات ليس بالأمر سهل الظهور بهذا الشكل وتسجيل ثلاثة أهداف في النهائي. رغم ذلك فإنه أظن أنه بعض الجماهير الهلالية عندهم غصة أنه كانوا يتمنون اكتمال عناصرهم في هذه البطولة، وأيضا أنه في الفريق في النهائي
كان يمكن أن يقدم أداء أفضل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. لكن لحظات مهمة وتتويج لمجهودات رائعة، وصيف بطل العالم الهلال السعودي صاحب المركز الثاني في كأس العالم للأندية. تحية لرامون دياز لنجومه اللي قدموا مستويات كبيرة. هذه صورة تاريخية لفريق الهلال السعودي اللي رفع الراية السعودية في كأس عالمية كبيرة. رامون دياز يهنف لورنتينو بيريز بهذه البطولة، وبالتأكيد يتمنى دياز الكثير في المستقبل للهلال، سواء استمر مع أو ترك مشواره مع الزعيم بعد سنوات حافلة. ثاني العالم صاحب المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية والميداليات الفضية، الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في آخر ثلاثة مواسم، والفائز ببطولة الدوري ثلاث مرات متتالية، المرة الأولى منذ ما يقارب 20 سنة. الآن الدور طبعا على المرينجي. ريال مدريد بطل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مدينة وفي كل ملعب. جيل كبير جدا للمرينجي، اعتاد على الفوز بالبطولات مع مدرب يرغب منتخب البرازيل في أن يكون معه في الأيام القادمة. بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، سانتياغو برنابيو عنده 32 لقب اليوم، فلورنتينو بيريز الرئيس عنده 31 لقب، لكن المدربين الأكثر تتويجا مونيوز 15 بطولة، زيدان 11، أنشيلوتي 9 ألقاب. اللاعبين الأكثر تتويجا في تاريخ المرينجي مارسيلو ب 25 لقب، بنزيما ب 24، خنتو يملك 23 بطولة في تاريخه مع ريال مدريد. عن أساطير نتكلم، وعن أسماء وعن نجوم وعن بطولات وعن أرقام وعن تتويجات وعن أمنيات وعن فريق يصنع المستحيل وعن فريق يحقق الكثير. جيل بعد جيل يصعد إلى منصات التتويج وسيطر على كرة أوروبا لسنوات، حقبة الذهبية اللي كانت مع زيدان، قبلها في كارلو أنشيلوتي وبعدها لكارلو أنشيلوتي. اعتاد ريال مدريد أن يكون هو الزعيم، هو البطل عالميا، هو الكبير على مستوى كرة القدم الأوروبية، هو الأغلى أيضا. وبالتالي فإن من أجل هذا الشعار لابد أن ريال مدريد يحافظ على هذه التقاليد وعلى هذه الشخصية وعلى هذه الجينات البطولية من أجل تتويج بعد آخر كريم ولقب بعد آخر بنزيما. كريم حضر في النهائي بعد أن غاب عن دور نصف النهائي، وكان لحضوره أثرا مهما بعد أن سجل هدفا في هذه المباراة النهائية مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل رئيس الجامعة المغربية، وحديث مع كريم وتهنئته بهذا الانتصار اكتمل كل شيء في هذا العرس العالمي بعد أن توج الزعيم ثاني على مستوى العالم في هذه البطولة. الآن يتوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أكثر الأندية تتويجا في دور الأبطال وأكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية. ريال مدريد بطولة أخرى كبيرة في سجل المرينجي، واحتفال بعد آخر ولقب بعد آخر. لا يشيخ هذا الريال، لا يكبر هذا الريال، يزداد لمعانا ويزداد جوعا للألقاب ويزداد بريقا مع الوقت ويزداد جماهيرية على مستوى العالم. أنشيلوتي ونجومه يحتفلون بهذه البطولة العالمية، يستدعي بقية الفريق الفني، وفرحة كبيرة للمرينجي في هذه الأجواء الاحتفائية الاحتفالية الرائعة في الرباط. اكتمل المشهد العالمي، توج ريال مدريد بكأس جديدة عالمية أخرى في تاريخ النادي للمرة الثامنة في تاريخ ريال مدريد، وقبل ذلك توج الهلال بالمركز الثاني في هذه البطولة العالمية. واستمتع الجميع بهذه الأجواء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مبروك لأنصار ريال مدريد في كل مكان.
مبروك لهم هذه الكأس وهذه البطولة وهذه الفرحة. وهارداك لجماهير الهلال بطبيعة الحال لنحييها ونشكر فريقها على المستوى البطولي اللي ظهر فيه في هذه المباراة النهائية. وأيضا ندعو الجميع بالنسبة لأنصار الهلال والجماهير السعودية على استقبالهم، استقبال الأبطال عندما يأتون إلى المملكة مرفوعي الرأس وصيف العالم كرقم كبير جدا بعد أن سجل 3 أهداف كاملة في مرمى ريال مدريد في مباراة نهائية. اللقطة الأجمل والأغلى والأروع في هذه الصورة، ريال مدريد بطل العالم مرة أخرى وسنة أخرى، القائد بنزيما أكثر فرنسي تتويجا بالألقاب على مداره وفي تاريخ كرة القدم الفرنسية، والرباط تحتفل بهذه البطولة العالمية اللي نظمت بطريقة رائعة للغاية. شكرا للمتابعة. الآن عودة للزميل تركي شديد بعد فاصل.